استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا الله يا رب، يا الله يا رب، عافية السلام أمك. عليكم. السلام يا مرحبا، يا هلا أبو الوليد، يا هلا، بشر يا وليدي. بسم الله عليك، بسم الله عليك، سأل الله يشفيك يا رب، سأل الله يشفيك يا رب، الله يرد لك عافيتك، الله يرد لك عافيتك يا وليد. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله، بسم الله عليك، بسم الله عليك. بشر يا ولدي، وش قالوا لكم؟ والله جينا اليوم، جينا الحين من المستشفى، انا والدة رشيد، انا وامي، سوينا تحاليل، والولد مثل ما هو، والوالدة تعبت، وامك شلون هذا الحين؟ الضغط والسكري والحال يرثى لها، والحين راح تصلي ركعتين تدعي ربها عشان تشافي ولدها، تعبت من هذا الولد، تسأل كل مرة، دعينا وسوينا اللي علينا. نسأل الله يشفيك، اللهم آمين. الله يشفيك يا وليد، يردك لعافيتك يا رب العالمين. يا إله إلا الله. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. ألو. بسم الله عليك. السلام عليكم. بسم الله عليك. يا هلا والله. بسم الله عليك. أنت عند الباب؟ طيب دقيقة، جايك. أبوي. أخوي عند الباب. خليه يقعد، مرحبا به. هلا وسهلا. هلا مرحبا، تفضل. حط. بسم الله عليك. السلام عليكم. يا مرحبا. السلام ابوي. هلا حياك الله، من حال شلونك؟ يا مرحبا. هذا رشيد اللي تكلمت عنك. يا مرحبا، حيا الله. كيف حالك؟ يا مرحبا، كيف حالك؟ يلا حيه. شلون حالك؟ هذا اخوي تركي غويزي. يا مرحبا بك. الله يبقيك، كيف الحال؟ والله بخير. شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون العيال؟ عسام طيبين؟ الحمد لله. كيف الحال؟ عسى الله يشفيك. الله يشفيك ان شاء الله، الله يشفي يا رب ان شاء الله. الحمد لله، عسى الله يشفيك يا رب. وش صار معه؟ انت تكلمني لي اول تقول عنده موعد، ايش قالوا له؟ هذا هو نفس الشيء، ما شيء جديد. هذا نفس الحاله ونفس كل شيء، والوالده اخوي تركي تعبان، هذا طلع عمره تصدقه دعينا، وامه ضعيفه كل يوم ترفع ايديها وتطلب الله، لا حول، وديناها مستشفيات، وتو اخوه جايبه المستشفى ولا لقينا لها علاج، لا حول، ما لقينا لها علاج، كل شيء سويناه ولا عاد ندري ايش نسوي. اهم شيء انكم عملتم بالاسباب، وهذا الله يشفيك يا رب. عسى الله يشفيك، والله يكتب لكم الاجر ولا يضيع لكم تعب ان شاء الله. اللهم امين. وديت كل مكان؟ اقول ما عاد بقى الا نسافر برا المملكه. وديناه العلاج بيد رب العالمين. يا ابو رشيد، يا ابو رشيد، العلاج بيد رب العالمين. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: وداووا مرضاكم بالصدقه. تصدقنا، الله يكتبها لك ان شاء الله. اللهم امين. وش انواع الصدقه اللي تصدقتها؟ تصدق على المسكين، تصدق على المحتاجين، وعسى الله يكتب اجرنا واجرهم ويشفينا ان شاء الله، ويشفي مرضاهم يا رب العالمين، يشفي ولادي. شوف يا ابو رشيد، انا بدلك على شيء ودليت الناس قبلك عليه، والله ملك الحمد، عينوا من خير. تكفى، وش بركه في مالهم وفي عيالهم وفي شفاء لاهل بيتهم بنيه المريض اللي عندهم. فيه الحين جمعيات حقت كفاله اليتيم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والحديث الثاني اللي يدل على الصدقة: تصدقوا ولو بشق تمرة. والحديث الثالث يقول: ما نقص مال من صدقة. أنت ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يزيدك من فضله، الله منعم عليك. الحمد لله. ويمديك تكفل الأيتام، والأيتام بحاجتك. والآن حنا ترى يا عم يا أبو رشيد، حنا مقبلين على شتاء، والأيتام ترى بحاجة الناس اللي مثلك. ولكن أنا بدلك على الجمعية، جمعية اسمها جمعية رؤوم، عندهم وقف في مكة. ما شاء الله. اي والله. وتقدر تكفل اليتيم عندهم 300 ريال، تقدر تكفل اليتيم مدى الحياة. الدنيا كل اخرتك وتصدق بها بنية المسكين هذا التعبان. واقول لك تدخل امورها بسيطة، تدخل على التطبيق، عندكم التطبيق صح ولا لا؟ تعرف يا طاهر يا وليدي؟ جمعية رؤوم. التطبيق حق بنك الراجحي. تدخل على التطبيق وتحط التبرعات والجمعيات، ويجيك جمعية الخيرية برفحة. وبالتبرعك في اليتيم يا والله يكتب لك الاجر ان شاء الله، ويجعلها شفاء لولدك. اللهم امين. واهم شيء النيه، واهم شيء انها تكون بنيه صادقه وصافيه. والايتام دولة ترى جمعيه رؤوم الحين ترى سهلت الامور كلها هذه، وانت جالس الحين هنا تقدر تتبرع بدقائق. من هنا من الجوال؟ من الجوال تقدر تتبرع بدقائق وانت مخلص امورك، لكن اجعل نيتها بنيه شفاء لولد المسكين هذا، الله يشفيه. والله يكتب لنا وياكم الاجر ان شاء الله. روح روح يا وليدي، روح خذ الجوال وسوي مثل ما قال خويك، خذ الجوال وتصدق بنية الشفاء لوليدنا ولمرضى المسلمين يا رب العالمين. قبل لا ياخذ الجوال يا عم، انا استاذنك الحين
والله يشفي ولدكم إن شاء الله وطمنوني عليه وبإذن الله أنا ما يشوف شر. الله يجزاك بالخير. استريح في أمان الله. الله يحفظك. يلا عاد بينا تواصل إن شاء الله. الله يجزاك بالخير. تبجرك. في السلام. بسم الله. بسم الله. الله يشفيك يا عبدك. تصدق يا ولدي. تعرف لها؟ ايوه. ايه. كفالة. بنيتي فالة. لا تعد 300 الخير واجد. حط حق العائلة. 600. ايه. بنية شفاء جميع المسلمين وبنية شفاء أخوي رشيد بإذن الله. يا رب الله يجعلها إن شاء الله بنية الشفاء يا رب وليدنا آمين ومرضى المسلمين يا رب العالمين كلهم يا الله يا رب أنت اكتب أجرنا آمين وتشفي ولدنا تشفي مريض كل مسلم يا رب العالمين. أبوي نحن عندنا مراجعة. خذه وانتبه له خذه وانتبه له وطمني تكفى طمني على أخوك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الله بسم الله عليك. لبسه وقلبي حذيانه لبسه. بسم الله عليك. بسم الله انتبه له انتبه. بسم الله عليك. بسم الله عليك وليد. بسم الله عليك. يا الله يا رب انت تشفيه يا رب تعافيه يا رب تفرح والدته صحته سلامته يا الله يا رب. الله مكتب لنا الاجر واشفى وعافى مثل ما قالوا اخونا تركي وان كلامه جاء في قلبي. يا الله يا ربي حي يا قيوم كافي اليتيم. الكلام اللي سمعته قبل شوي والله العظيم انه احزنني ان الخير واجد اخر شيء ما تصدقه. تصدق الله يجزاه بالخير. الله يجزاه ولدي طاهر اللي جاب يا لبيه ابشرك يا لبيه البشاره يا لبيه. دكتور اعطانا التحاليل بشر والتحاليل جت ايجابيه ما شاء الله والولد بدا يتشافى شوي شوي ما شاء الله بنيته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الحمد لله السلام ما شاء الله. الله يخليك يا ولد الله يخليك الحمد لله سلامتك الحمد لله شكر الله الحمد لله سلامتك شكر الله الله يكون راحتي من راحت امك. تعال يا وليدي تعال بسم الله عليك الحمد لله السلام الحمد لله والشكر لك يا رب شكر الله الحمد لله والشكر لك يا رب شكر الله شكر الله الحمد لله والشكر لك يا رب الحمد لله اللهم لك الحق لا اله الا الله اللهم لك الشكر الحمد حتى ترى اللهم لك الشكر الحمد حتى ترى. شلونك يا ولدي؟ بسم الله عليك بطل بطل يا سلطان بطل والله بطل والله بطل تعال هذا الشيء بغسل تعال يعطيك العافيه طاهر ان شاء الله عجلان ما قوت شوي شوي عشان نروح بعد شوي سلطان ولا قرب جاي قرب انا الشاي اول شيء السلام عليكم صبحكم الله بالخير يا عيال والله يجزاكم خير على حرصكم على التواجد في هذه المبادرة مبادرتنا سعادة اليتيم والسفير الثاني معي سلطان أخوي كلنا مكملين البعض كلنا بإذن الله سفراء مثل ما شفتوا المشهد اللي قبل شوي إن شاء الله ننال على إعجابكم واستحسانكم. المشهد هذا ترى ممكن في ناس كثير نفس الوضع هذا ما يدري يروح مستشفيات يسافر يتخسر يروح رقية يروح أي مكان فممكن احيانا الانسان يحتاج من يدله احيانا الشخص يحتاج نصيحه من يدله لفعل الخير فهذه كانت النصيحه اني انا جيت وقدمتها للسلطان. في بعض الناس يحتاجون من يدلهم مثلها مثل النشر يوم انك انت تنشر الان هذه مثلها والله يجزانا وياكم خير الجزاء. وقف اليتيم بمكه يا عيال ترى مثل ما انتم عارفين ب 300 ريال تقدر تكفي اليتيم مدى الحياه وباذن الله ان احنا نسختنا هذه نبي نقفل الوقف فينا وبجمهوركم بجماهيركم كلها مبشر رسالة منشر الله يعطيك العافية طاهر الله يعطيك العافية رشيد ما قصرتم سلطان عندك كلام تبغى تضيفه؟ أول شيء صبحت بالخير يا الرب والله لا يهينكم على الحضور الجميع. تتعاجز الحروف وتتقازم الكلمات أمام فيض العطاء وإنهار البذل والسخاء كل حرف يسطر لا يكفي ولا يفي لا ما لها داعي
طيب سلطان الله يعطيك العافية ويجزاك خير إن شاء الله. سلطان في ناس كثير ترى مثلك يكون عنده فلوس ومتدخرها، يعني الفلوس ما راح تجلس ما راح تدخل معك في قبرك. زكواتك أولى فيها الأيتام، أولى فيها المساكين اللي يحتاجون الصدقات ويحتاجون الوقفات معنا. الله يجزاك خير إن شاء الله ويكتب أجرك أنت وطاهر ورشيد، ما قصرت والله يجزاكم خير يا عيال أنتم ويعطيكم العافية. وقف اليتيم مكة 300 ريال تقدر تكفي اليتيم مدى الحياة. الخدمات هم عندهم التعليم، عندهم مواصلات، عندهم تأمين طبي، عندهم مصروف شهري، الصرافات حقتهم كل أسرة معاها صرافة ما عليها شعار الجمعية، الباصات حقتهم اللي توصل الطلاب والطالبات لمدارسهم ما عليها أي شعار الجمعية، خصوصية تامة إلى بعد درجة، حتى السرع ما في أفضلية لك في سرع في أي مكان في سوق أو في سوبر ماركت أو شيء، نفسك نفس الناس اللي جايين، ولا أحد يدري أنك أنت مكفول من جمعية ولا أحد يدري عنك، أنت الآن تجي معزز مكرم والله يجزاهم خير. وهذه ترى بادرة طيبة جدا من الجمعية يستحقون التحية عليها. تفضل سلطان. الله لا يهينك أبو غويزي بيض وجهي، هذا كلام جاني من فريق الدعم الله لا يهينه. تتعاجز الحروف وتتقازم الكلمات أمام فيض العطاء وإنهار البذل والسخاء، كل حرف يسطر لا يكفي ولا يفي، ذلك المعنى السامي لكل أمر طيب ولكل يد كريمة ولكل روح تهوى فعل الطيب، تأسعى بأن يبقى في شريط تاريخها ذكرا طيبة نبيلة تخلد اسمها بين آلاف الراحلين، دائما استمر في فعل الخير مهما كان حالك ومهما كانت ظروفك ومهما تراجعت قدراتك، اصنع من لا شيء شيء ذات قيمة ومن العدم الزوال، ذكرى حسنة أنت مخلوقا مكرم والخير في قلبك ومن حولك، والله يعلم إمكانياتك، افعل الخير أين كنت وكيف ما يكون، افعل الخير ستجد. اللي عنده مشاركة يا الربع واللي عنده كلمة لليوم يومه، تفضل. السلام يا أبو محمد. وياك أبو محمد. من قال ما يهانك؟ الله يكتب أجركم. عودتونا دائما على الإبداع وعلى فعل الخير وعلى العلم الطيب اللي تقدمونه، وأنتم خير من يمثلنا، إحنا كلنا سفراء وأنتم خير من يمثلنا، وأجر اليتيم وكفالة اليتيم كلنا ودنا نقدم، لكن أنتم كفيتونا وتكلمون بلساننا. إحنا صحيح إحنا كل بنا تكلمون بلساننا، إحنا كلنا معكم، إحنا سفراء ما هو أنتم اثنين، إحنا كلنا ذا الأسفراء. صدقت. الله يبيض وجيهكم يبيض وجيه أخواننا اللي طلعوا معكم، وكلنا مكملين بعض، وجعلنا من خلا منكم، وهذه رسالة قدمتوها وعودتونا والله على الإبداع، عودتونا على التمييز، وجعلنا من خلا منكم، والله يوفقكم. من يقول إن شاء الله. بعد هذا الرب عنده مشاركة ولا كم؟ السلام أبو راي. أول ما يبيض وجيه كبير الجمعية. عليك زود يا أبو راي. بداية أبو غويزي أبدعت في المشهد وتميزت، والشباب اللي معك أبدعوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حنا تأثرنا خلع هذا المشاهد وله بغريب عليكم الإبداع، الله يبيض وجيهكم على هذه المبادرة الطيبة والإبداع اللي مو بغريب عليكم، متميزين دائما، وبإذن الله إن سفارتكم هذه تتكلل بإذن الله بتوليع أكثر من لم، وفقكم الله وخير من يمثل السفارة وخير أخويا والله نقول صادق بإذن الله. خير علي. نور وسرور يا انتوا اول ثلاث دقائق شغلتوا لمبه، وان شاء الله انكم ما تخلصون من السفاره لانكم قفلين اثنتين ولا ثلاث باذن الله، وخير من يمثل السفاره هذا واحد. اثنين اشكر الربع اللي مثلوا، ومثل ما قال جبر صدق تاثرنا، والفكره اكيد ما جت الا منكم، وعساكم على القوه يا رب، والله الله يهينكم جميعا وياك. سلام ابو سعد. صراحة بدايتكم وبداية المشهد انجذبنا كلنا للمشهد، نبغى نشوف ايش الفكرة اللي فيه، وانتم وصلتوا الفكرة بمشهد بسيط ومؤثر ويصل الى قلوب الناس جميع. بعض الناس ما يدري بفضل الصدقة وبفضل كفالة الايتام
صدقة فضلها عظيم، لو نتكلم من اليوم إلى آخر يوم ما بنوفي فضل الصدقة. فيها شفاء للمريض، فيها أجر، فيها منزلة عالية بإذن الله. فأقول الله يجزاكم خير، وأوصي المشاهدين والجمهور في التبرع في وقف رؤوم لكفالة الأيتام بنية شفاء مريض، بنية الأشخاص الميتين اللي عندكم قريب أو أب أو أم أو أخ. فبادروا والله يجزاكم خير، وأشكركم أنتم يا سفراء الوقف لهذا الأسبوع، ما قصرتوا، ومن إبداع إلى إبداع. كل أسبوع نشهد إبداع من السفراء، وبإذن الله إن ما نخلص البرنامج هذا إلا مقفلين الوقف بأقرب فرصة بإذن الله. والله يجزاكم خير جميعا. وياك يا بعاد نواف. سلام نواف. أولا أسأل الله العلي العظيم أن الله يكتب ما سويتوه في ميزان حسناتكم، يجزاكم خير الجزاء. وأشكر رشيد وطاهر وصدصد على المشهد اللي قدموه، اللي خلاني صدق أطالع في اللوحة هذه اللي يقول لسنا باهتين نحن الأثر. هذا شدني الموضوع مع المشهد، هذا بيبقى لك أثر إلين تقوم الساعة، أنك قدمت شيء خليك الشخص تفرح بكرة ولا بعده. أنك إذا شفت هذا المشهد أنك قدمت عمل خير، فالشخص إذا ما قدم عمل خيري له في حياته فش فايدته في هذه الدنيا. الشيء الثاني شدني أيضا تركي غويزي يوم حط هذه اللي قال الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا. فهذا شيء عظيم. بادروا يا أخوان، يا من يسمعنا ومن يشاهدنا، الخير قدامكم وأبواب الخير مفتحة أمامكم. الشخص إذا ما قدم شيء لدنياه لآخرته فيش فيدة إذا قدم شيء لدنياه. الدنيا ذي فانية، وكل من عليها فان. أسأل الله العلي القدير أن الله يجزاكم خير، وخير من يمثل هذه الجمعية، والله يعطيكم العافية. الله يجزاك خير يا أبو سعد. من يقول ياسر؟ الله يعافيك. المشهد التمثيلي أنتم أخويانا جميع مبدعين في المبادرة، الله يكتب أجركم، وخير من يمثل السفارة، الله يعطيكم العافية ويكتب أجركم إن شاء الله، وبإذن الله أنكم توصلون للشيء اللي تبغونه بسفاراتكم. الله يجزاك خير يا عزيز. الله يعافيك. شكرا محمد. في حجم السماء. شكرا يا سلطان، شكرا يا تركي. الله كانت مبادرة جميلة جدا وفريدة من نوعها. وصلت الرسالة من ناحيتين، في ناس يتابعونكم ما يسمعون بس انهم يشاهدون، انت وصلت الفكرة لهم عن طريق التمثيل، فشكرا لكم، شكرا للي جاب الفكرة، شكرا لسلطان والطاهر وارشيد. طبعا ما ننسى أفرقة الدعم اللي جابت لكم الافكار هذه وضبطتكم الشغل الجميل هذا، الله يعطيهم العافية. حنا في المكان هذا كلنا سفراء، حنا نسمى إن شاء الله سفراء الخير، سواء في البرنامج أو برا البرنامج. حنا نتأمل خير إن شاء الله في أصحاب الخير أنهم يقفلون الوقف هذا. الله يعطيكم العافية، والله يبيض وجيهكم. الله يجزاك خير. الشيء الأخير ترى حنا اللي شغلنا اللبة، مو لا هذا المنتهية. ما نسيتها. عم ترى بختم إذا فرصة لي خلاص. إيه أصبر جون. السلام ورحمة الله. أولاً الله يبيض وجيهكم خير من مثل السفارة. الله يبيض وجه طاهر ورشيد. عز الله أنكم لامستوا مشاعر أتوقع المشاهدين كامل. فالله يبيض وجيهكم خير من مثل السفارة. والله يكتب لكم الأجر. الله. وأتمنى أن يبادرون بعد المقطع هذا إن شاء الله، أنهم يبادرون إن شاء الله. يلا صبحك الله بالخير يا تركي انت سلطان. الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم على المبادره اللي قدمتوها والسفاره هذه والمشهد اللي قبل شوي. يا تركي وسلطان مثلتوا والوقف، يا تركي وسلطان مثلتوا والوقف، حتى رسمتوا للسفاره حقيقه، والمشهد اللي شاغف قلوبنا شغف، والمشهد اللي شاغف قلوبنا شغف حرك مشاعرنا مع اول دقيقه. سلامتكم. والله لا يهينكم على الشيء اللي قدمتوه، بيض الله وجيهكم، والله لا يهينكم، تستاهلوا.
وجهك يا ابو رباح. السلطان وطاهر ورشيد وابو هتان معودنا دائما بال مبدع ابو هتان من بعدك يا ابو رباح بالتميز. فالله يبيض وجهكم ويجزاكم خير ان شاء الله ما قصرتوا. نواف صبحكم الله بالخير. صباح النور وبيض الله وجهكم. لا انت ولا تركي ولا البخ ولا سلطان ولا رشيد ولا طاهر الله يبيض وجهكم مشهدكم يبقاكم اثر. كل ما تقدمونه هنا بنطلع بكره وبنشاهد اللحظات هذه اللي احنا حطينا ان شاء الله فيها الاثر الطيب. وهم بخصوص موضوع اليتيم، اليتيم لو تمسح على راسه اجر، فكيف انك تكفله مدى الحياه بحياه كريمه وحياه عفيفه واجرا لك. والايه اللي كتبها ابو غويزي هذه الواحد لو يستشعر كل حرف فيها بحديث ولا حديث قدسي، الواحد يوم يستشعر هذا الحديث يمكن يقفل اليتيم ويتيمين ويمكن يقفل الوقفة إذا هو رجال ربي مغنيه، وإذا هو رجال ربي مغنيه فيتغنم الفرصة، وإذا الرجال ما هو بيقدر أنه يقفل اليتيم يساهم في نشر مثل هذه الأوقاف. الله يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن. بعد منك شيء يا أبو. طيب عشان ما نطول عليكم نطول على العيال، فيه هدايا ورود وكلام معنوي مقدم فريق دعمي أنا عشان ما اخر العيال، بس عيال استاذنكم جبر مداريه. هذا فريق الدعم، كلام يدق فيك يا ابو راجح. الله يطول عمرك وبيض وجه فريق دعمك اللي ما شاء الله تبارك الرحمن، من يوم دخلنا البرنامج هم يبهرون بفعالياتهم ومبادراتهم، وانت تستاهل فريق الدعم وهم يستاهلون. سهل الطيب يا ابو راجح، ما عدمك ما عدمك والله يعطيك العافيه. طيب عبد الله الحافي كتابة بعد تلقى عبد الله أبو بندر، هذا كلام معنوي مقدم فريق الدعم، بإذن الله أنك تستحق يا أبو بندر شيء. الله لا يهينك والله يبيض وجه فريق دعمك يا تركي، والله لا يهينك، لا أنت فريق دعمك ولا فريق دعم سلطان، وأنت تستاهل كل علم طيب. تستاهل طيب الله يا أبو بندر، والله لا يهينك. أبد خذ راحتك. نواف مخلفي كلام معنوي موجه لك فريق الدعم. فريق الدعم اللي أسأل الله أن يخشرهم في الأجر ويبيض وجهك، لا أنت ولا رفيقك. الله يوفقك، خير من يمثل. أدري أنكم مشغولين، توكل على الله. أيمن الظفيري ابن عمو بيض الله وجهك. وجهك بيض الله وجهك. مرشد كلام معنوي موجه لك يا ابو بركه. بيض الله وجهك والله يطول بعمرك، وبيض الله وجه فريق الدعم. وجهك ابيض. طاهر بعوين هذا كلام موجه لك فريق الدعم. بيض الله وجهك وانا احتاجك بعد شوي. طيب طيب مخلد بجيكم الغامدي، هذا كلام موجه لك فريق الدعم، تستاهل باذن الله. الله يهينك يا ابو غويزي، واشكرك واشكر فريق دعمك، وانت مبدع ونجم ومتجدد، كل يوم جايب لنا فكره جديده. ما عدمك يا ابو رايب، الله يقوم حظك ويعطيك العافيه باذن الله. جميعا الله يجزاك خير، وسفاره ان شاء الله جيده مبهجه باذن الله ومفرحه باذن الله. وابو هادي بوقفتكم بدعمكم باذن الله ما يحتاج باذن الله. عبد العزيز رباح لبيك ايش والله يا ابو كلام دعم معنوي موجه لك للفريق الدعم. انت اكبر الدعم يا حبيبي ان شاء الله انك تستمتع. الله يبارك. عشت. طيب سعود المكاحله عبد الله دفين الله يعطيكم العافيه وبيض وجهكم. الشيء الايجابي والمعنوي لا شفناكم انتم ناشئين. الله يجزاك خير يا محمد جاني ما خلا اي والله. كلام موجه لفريق الدعم. الله لا يهينك ويطول عمرك، شكرا لفريق دعمك واشكر اخوي سلطان وبيض الله وجهكم. وجهك ابيض يا ابو عديز مغيري. اجيب لك ولا تولي تقدر تجي؟ لا لا اجيك الحين امشي اليوم. كفو. فك الطير. الله يهينك يا ابو
يك حيلان انت ورفيقك سلطان وبيض الله وجهكم انتم فريق دعمكم الله يجزاكم خير ويعطيكم العافيه احبكم شكرا لكم الله يسعدكم الله يكتب اجركم يا رب طيب سلطان السعد الممثل القادم على الساحه وبقوه يا الممثلين انتبهوا جايكم واحد 300 ابشر بعد عينك اول شيء الله يبيض وجهك يا ابو غويزي وجهك يا الله يهينك على كل حال دائم مبدع عسى الله يوفقك وشكرا لفريق دعمك وما دامك انت تركي اكيد فريق دعمك بيشتغل وانت تمثلهم الله يجزاك خير وعليه هون ولدي سلطان يبيض وجهه يستاهل ابو هادي طيب علي علي بن هادي وهذا هذا كلام موجه لك فريق الدعم الله يبيض وجهك يبيض وجه فريق دعمك يا ابو غويزي والله يكتب اجرك يا رب العالمين تعني الله فداك بس الله يهديك الله يجزاك خير حبيبي ابو هادي طيب هذا سعد الطويل كلام معنا يوجه لك يا ابو محمد من فريق الدعم الله لا يهينكم ولا تهونكم دعمك الكاتبين ها؟ ايه ابو والله قلوبهم جل يسلمون امون نواف عقاب النادر النادر نواف عقاب هذا كلام موجه لك بفريق الدعم يا ابو الله يبيض وجهك يا اخوي تركي وجهك ابيض وجهك ابيض يا ابو عقاب وهذه والله الحقوه فيك يومكم السفرة وتمثلون الجمعية وإن شاء الله يوفقكم إن شاء الله والله يهينا فريق دعمك الله يجزاك خير يا أبو عقاب ولا تهون نواف الشهراني الله وجيه والله يجزاكم خير الجزاء ويعطيكم العافية لا أنت ولا سلطان ولا فريق دعمك تستاهل يا أبو سعد تستاهل الله يجزاك خير سلطان الوهبي الله يهينكم هذا مو موجودين كلهم طيب خلصت تمام خلصت انا وهذا كلام موجه لي انا طيب صلى على النبي الرابع سعود قبل انت تختم صح طيب اول شيء الله يجزاكم خير يا عيال واكتب اجركم ان شاء الله والله يجزاكم خير المتابعين والله يعطيكم العافيه المخرجين والكادر الكادر القناه شكر خاص لفريق دعم تركي الله يعطيكم العافيه ما قصرتم بدعتم فاتقنتوا لولا الله ثم لولاكم ما سويت الاشياء هذه كلها الان قبل ان نختم في سهمين بتكون داخل البلالين هنا الشخص اللي حصلها هذه بنيته بنيه والدينه بنيه الشخص اللي ما اللي لقى ما اللي غير نواف طيب مبروك ربحت سهم في وقت كفالة تقديم من مكة التابعة لجمعية رؤوف وجه السهم تبي المن ولا تبي لكم فريق الدعم يكون التبرع السهم بنية نواف عقاب من تونيتك تبي الموجه لمين السهم الوالدين والأخوي عبد الله الله يرحمه ويرحمه والجمهوري الوالدينك والأخوك عبد الله الله يرحمه يتقبل إن شاء الله والجمهورك جزاك الله خير باقي السهم الثاني في سهم ثاني السهم الثاني في سهم ثاني في سهم ثاني هذا هذا في سهم بالونه مع سعود في بالونه ضيع سعود المكاحلة تعال ابو محمد تعال طيب الان عندنا سهمين سهم النواف عقاب وسهم لسعود المكاحله والله يجزاكم خير يا فريق الدعم يكتب اجركم ان شاء الله الله لا يهينك والله يبيض وجهك وجهك ابيض ورايتك بيضاء والله يعطيكم العافيه يا دعم تركي ودعم سلطان انت وسلطان ما يحتاج ما نزيد السمنه ولا العسل كلنا واحد وعلومكم غانمه كلها السهم موجه لمين ابو محمد الوالد الله يرحمه ويغفر الله يرحمه السهم موجه لوالد سعود الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله الله لا يهينكم يرحم والدي الله يتقبل من الله طاهر تعالي شوي اقرا ختميتك طيب قبل ختام الربع
أول شيء أحب أشكر فريق دعمي على تقديمهم ضيافة المبادرة، الله ليهينهم وبيض وجيههم. وأقول في الختام باسمي واسم أبو غويزي وباسم المتسابقين الجميل، عزيز المشاهد، اجعل لك وديعة عند الله، اكف اليتيم مساهم فقط ب300 ريال، اجعل لوالديك وديعة يومية فينعمان بأجرها وثوابها في حياتهما وبعد مماتهم. والله سبحانه وتعالى يريد منك الإنفاق الحسن من المال والحلال، قال تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم، اكف اليتيم لمدى الحياة واحتسب أضعاف الأجر عند الله. وأبشركم فريق دعمي قدم سهم لكل والد من المتسابقين، لأنتوا الموجودين ولا قد اطلعوا، عسى الله الأحياء منهم والأموات جميع، عسى الله يكتب أجرهم ولا يهينهم. طيب الآن الله يهينه. الآن في الختام ما راح أتكلم، أنا ما راح أقول ولا أي كلمة، راح أفسخ التيشيرت. الله يجزاكم خير يا عيال ولا يهينكم. وجهك كبير.